إنما هو سوق خيري لبعض النسوة من النازحات اللاتي أرغمتهم ظروف الحياة القاسية على تنظيم هذا السوق لرفع مستوى الحياة المعيشي. طبعا هي مبادرة حلوة ويعني مثمرة، ممكن أنه يعني تشجع النازحين ويعني كعمل، ونفس الوقت تدمجهم مع المجتمع بالبصرة، إضافة إلى يعني الموضوع المادي والاقتصادي يعني راح يتطور عنه. بالنسبة للنازحين، الظروف اللي يعانون منها الناس اللي هي البطالة وقلة العمل، بعض الناس غريب عليه هذا الشيء أن يخرج خارج منطقته، فصعوبة أن يلاقي فرصة عمل. بعض الناس ما عنده معين، ممكن يعني رب الأسرة يكون كبير بالسن أو عندهم مريض، فهاي الظروف كلش يعني صعبة، ما عنده راتب، ما عنده شيء يشتغل به حتى يكسب وارد للبيت. وبالرغم من أن الإرهاب والدمار الذي خيم في بعض المدن العراقية والذي أدى إلى تهجير ونزوح العوائل إلى المحافظات التي تشهد استقرارا أمنيا، لم يمنع ذلك من استمرار الحياة الطبيعية لمواكبة الظروف الراهنة. يعني أنا بهذا الموضوع مشروعنا الخيري لرفع مستوى النازحين ومعاناتهم المعيشية، يعني إلى متى هذا يكفيني؟ كم يوم؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ اللي أطلبه من حكومة سيدي العبادي الموقر اللي قطع رواتبنا، كأحنا حقنا كموظفين ومتقاعدين بالدولة، لحنا داعش ولا نحن منتمين لأي فئة ويا الإرهاب، إحنا ضد الإرهاب، فأتمنى أن الحكومة تصرف لنا رواتبنا. تعرف الأسر النازحة أجت من يعني محافظات مختلفة، تعرضت الموضوع الإرهاب وداعش، فأجت يعني تركت أموالها، تركت بيوتها، تركت أجت تقريبا ابتدت هنا من الصفر تندمج ويا هذا المجتمع. فكرة المشروع هي أنه احنا زودناهم يعني كجمعية الفردوس، زودناهم بمكائن خياطة، زودناهم مواد خياطة إضافة إلى أقمشة، وخلال فترة معينة دخلناهم دورة أنه يعني كيف يخيطون هذه المواد. فبواقع فعلي صار عندهم إنتاج، يعني هذه النساء خيطن مجموعة من الملابس، مجموعة من الأمور اللي خاصة بالمنزل، فصار هذا اليوم هو فعالية السوق الخيري، أنه يعرضون هذه المنتجات حتى يبيعوها. الفكرة الأساسية أنه أنت بدل ما تدعمهم بمبلغ معين وينتهي لفترة معينة، تدعمهم بمشروع، هذا المشروع تكون به استدامة. وليس غريبا أن يمارس النازحون العراقيون بعض الطرق التجارية التي تضمن لهم العيش الكريم في ظل ظروف قاسية أجبرت الكثير على مزاولة الأعمال التي تعود عليهم بمردود مادي بسيط. من البصرة نزار العلي، قناة سامراء.